هذه سفينة يا جماعة الخير طلعت من أكادير، أكادير مدينة ساحلية جميلة في المغرب. طلعت من هذه المدينة سفينة وركب على ظهرها مجموعة من الركاب، من ضمنهم واحد اسمه أبو البركات يوسف البربري. كل الشكر على تسليط الضوء على هذا العالم الجليل العظيم الفاضل أبو بركات البربري أو الشيخ يوسف بن أحمد، ولكن مع احترامنا لكل المغرب العربي، هذا الشيخ ما له علاقة بالمغرب، بشمال المغرب وشمال أفريقيا كلها أبدا، وأنا راح أعطيكم كل الدلائل. طبعا أغلب اللي يعني يذكرون قصته هم يذكرونها يعني قصة ناقصة ولا حد يقدر يكملها، في تقريبا فيديوهات من سنة من سنتين بعض الأحيان من أكثر لا يستطيعون تكملة القصة. أنا بعطيكم قصة بالكامل وهي لا علاقة لها بشمال المغرب مثل ما ذكرت. أول شيء اسم البربر، إحنا قاعد نتكلم على اسم البربر. أغلب الناس مفكر البربر هم فقط سكان شمال المغرب اللي هم اليوم يعني ما يقال إنه أغلب سكانهم هم الأمازيغ. في بربر نوعان، أوكي، بربر الشمال وبربر الشرق. بربر الشرق هم الصوماليين، أوكي، ذكروا في كتب كثيرة، وأول من سماهم هم كانوا الإغريقيين، وطبعا سبب التسمية تختلف وهي الأقدم. يعني الصوماليون كانوا يعرفوا بالبربر أو البرابرة، وهذا اسم أقدم من بربر الشمال اللي هم الأمازيغ اليوم، ولكن إحنا هذا الاسم اليوم ما نستخدمه، بس ظل في أماكن عدة في حياتنا، وهلا راح أخبركم. أول شيء الإغريق لما سمى الصوماليين البربر كان يقصد في شكلهم، إنه شكلهم كانوا طوال القامة، بشرتهم بنية، كانوا تجار، كان في عندهم ملكيات. طبعا احنا قاعد نتكلم قبل الميلاد، عدة ملكيات انا قد ذكرتها تاريخيا في عندي في قناتي باللغة العربية وباللغة الصومالية. وكمان من فرق بين بربر الشمال وبربر الشرق او البرابرة هم الصوماليين هو ابن خلدون. من خلدون في كتبه دائما كان يفرق ويذكر انه البربر الشرق او هم الصوماليون، ذكر أوصافهم وذكر تجارتهم وأشكالهم وإيش كانوا مشهورين، وزارها ترى من خلدون، زار السواحل الصومالية من القرون الوسطى. الحين الأستاذ اللي كان يسرد القصة واضح أنه عايش في الخليج، في الخليج بيستوردوا من عندنا المواشي، الإبل، الغنم، فالغنم اليوم في الخليج يعرف باسم البربري، وهذا اسم قديم وين الآن موجود، يقولوا له بربري. نادر ما تسمع خروف صومالي، خروف صومالي بس جنبها البربري. عندنا أيضا خليج عدن، زمان كان اسمه خليج بربرة، الإنجليز طبعا غيروه لأنه تم قهرهم في الأراضي الصومالية، فغيروه من خليج بربرة إلى خليج عدن. أيضا توجد لدينا مدينة مهمة جدا وهي مدينة وميناء بربرة، وعمرها أكثر من 5000 سنة. أيضا ابن ماجد ذكر لما عنده أرجوزة كاملة وهي قصيدة عربية في وصف البحار والمحيطات، كان يذكر الخليج البربري وبحار والمدن الصومالية التي زارها. وطبعا هذه هي الأرجوزة نفسها، إنه فاسكو دي جاما استطاع أن يجد الطريق المحيط الهندي. هو كيف استعمر الهند؟ استعمرها إنه هم كانوا البرتغاليين يتعلموا لغات المنطقة مثل العربية السواحلية، وترجموا القصيدة وعرفوا التفاصيل والأسرار، واستطاع أن يعني يشيع فسادا في البلاد. البرتغاليين ظلوا 200 سنة في الشرق. حتى شعراء الجاهلية كانوا يعرفون الصوماليين باسم البربر أو البرابرة وخلدوهم في أشعارهم. أشهرهم امرؤ القيس اللي كان يفتخر بخيله البربري. طبعا الخيول الصومالية كان اسمها السناري وكانت تصدر الجزيرة العربية. ماذا قال في قصيدته لما كان يفتخر بخيله البربري؟ بريد السرى بالليل من خيل بربرة. الشيخ له عدة كنى وألقاب، احنا مثلا كصوماليين بنسميه برخدلي، يوسف برخدلي هو كذا اسمه، وأيضا له كنية أخرى وهي يوسف البغدادي لأنه هو درس العلوم والشريعة والفلسفة الإسلامية في بغداد. أوكي، المالديفيين سموه أو عرفوه بأبو بكر البربري أو أبو الصومال المبارك. تمام، أيضا أبو بركات البربري أو برخدلي هو من أول من أدخل الخط العربي في اللغة الصومالية، يعني بعدين صار اسمها خط الوداد أو لغة الوداد، وهي اللغة الصومالية كتبت بالجزيرة العربية، هو من ابتكرها. طبعا هذا الكلام من القرون الوسطى. أيضا إحنا كان عندنا سلطنات إسلامية حكمت شمال شبه الجزيرة الصومالية، سلطنة إيفات، سلطنة عدل،
أو إحنا زي ما نعرفها أوضل سلطنة، هذا الأب الروحي لهم اللي كان طبعا قبلهم وهم يعني أخذوا الفكرة منه هو أوبر خضلي أو بركات البربري. هو كان رحالة فزار جزر المالديف، وكذلك التقى بالملك وأقنع الملك المالديفي بالدين الإسلامي، ولأن الشعوب تتبع ملوكها فأسلم جميع الشعب المالديفي. المالديف اليوم 100% مسلمين سنة مثل الصوماليين، شعوب الإسلام كلها 100% مسلمين سنة، وهن الشعب المالديفي والشعب الصومالي فقط. أيضا يوسف بن أحمد، الشيخ يوسف بن أحمد له الفضل في بناء مسجد هوروكو ميسيكي، وهذا المسجد نفسه اللي موجود في المالديف اللي اسمه جامع الجمعة ومسجد الجمعة، وهو يصنف أنه أقدم مساجد المالديف وكمان مسجل في اليونسكو. يعني هذا المسجد بني تكريما له عشان نعرف الفرق. وعلى مدخل المسجد مكتوب اسم الشيخ بركات البربري وأيضا الملك المالديفي الذي أسلم على يده. نيجي الحين لتكملة القصة اللي ولا أحد يقدر يكملها وعندنا الأدلة عليها. أول شيء الشيخ ما مو بزار المالديفز، ولا هو مات في المالديفز، ولا عنده مقبرة هناك. العلم هو أيضا زار عدة دول ومدن في جنوب شرق آسيا مثل سريلانكا. على فكرة من ضمن أسماءه يوسف أبو الكونين، تمام، زار غرب سريلانكا وأسس أول مستوطنة إسلامية وعرفت باسم بيروالي، هي مدينة موجودة إلى الآن بنفس الاسم لم تتغير، والاسم صومالي وله معنى صومالي بيروالا. أوكي، قومية السنهالة هم اللي أسلموا واليوم جزء منهم مسلمين سنة، ويبلغ عددهم أكثر من 2 مليون مسلم. ويقال أيضا أن توجد مساجد تحمل اسم هذا الشيخ في جنوب الهند، توجد اليوم في كل جزر المالديفز وسريلانكا أضرحة باسم الشيخ أو بركات البربري أو البرخدلي مثل ما احنا نعرفه، وهو تكريما له وتخليدا لذكراه. بنيت بعد ما راح واختفى طبعا فترة طويلة، فحطوا له ضريح أنه هو أكيد مات، فتكريما له موجودة هذه الأضرحة، ولكن هو ليس مدفون هنا. وين مدفون أبو بركات البربري؟ يوسف بن أحمد بن كونين برخضلي أو برخضلي الله يرحمه، موجود ومدفون في شمال مدينة هرقيسة، هذه في اليوم عندنا في صوماليلاند في شمال الصومال. أوكي؟ جزر المالديف كانت تابعة لإمبراطورية أتشوران الصومالية لمدة 400 سنة، بعدين جو البرتغاليين وخذوها، ولكن في هذه الفترة قبل ما يجوا البرتغاليين كانت تحت حكم الإمبراطورية الصومالية، كان الحاكم اللي ولوه إمبراطورية أتشيران في الجزيرة هو سلطان صومالي ثري كان اسمه عبد العزيز المقدشي. أوكي، وهو اللي استقبل أبو بطوطة مرتين في رحلته حول العالم، وابن بطوطة أيضا ذكر هذا الرجل في مذكراته وفي كتابه تحفة الأنظار، وأكد أنه هذا الرجل صومالي بربري، مثل ما أكد أنه لما زار مقدشو أيضا السلطان اللي استقبله أبو بكر هو سلطان صومالي بربري، وكانوا يتحدثوا اللغة الصومالية واللغة العربية، بس وقتها كانوا يقولون إن هي اللغة البربرية أو لغة البرابرة مثل ما تعرف. من فترة تواصلوا معي شبان وفتيات من المالديف، أخبروني أنهم من أصول صومالية بعيدة جدا، إحنا نتكلم على القرون الوسطى. طبعا إحنا نتكلم على إخواتنا المغاربة، المغاربة مثلا ما كان لهم علاقة بالمحيط الهندي، هم علاقتهم مثلا إرثهم التاريخي أو السياسي كان موجود في عندنا في المحيط الأطلسي وبحر الأبيض المتوسط الأندلس وهي المناطق يعني أو شمال المغرب، بس هنا في المحيط الهندي يعني أغلبها نقدر نقول الجزيرة العربية وشرق أفريقيا اللي هي الصومال. أوكي، وسلامتكم.